أسامة هلال بروان بطل جزائري في رياضة ترياتلون. كاين بزاف ناس ما يعرفوش رياضة ترياتلون، دونك دوك نبداو نعرفوكم بها إن شاء الله. رياضة ترياتلون تتكون من ثلاث اختصاصات متتابعة أونشيني، دونك فيها رياضة السباحة، رياضة الدراجات، ورياضة الجري والعدو الريفي. بون قبل ما تكون بداية تاعي في رياضة ترياتلون كنت ديجا سباح منذ صغر، دونك بديت السباحة في سن صغير. من بعد صرالي حادث وين كسرت هنا الكلافيكول تاعي، دونك سويتشيت فيغ لو ترياتلون وين لقيت روحي الحمد لله. ديجا شاركت في عدة كومبيتيسيون في رياضة السباحة، وين سبق لي تاني عملت ألعاب بحر أبيض متوسط بإيطاليا سنة 2015، كنت عاد سباح بالزعانف. ومن بعد بداية تاعي في رياضة الترياتلون كانت سنة 2017، وين شاركت في أول مسابقة وربحت أول ميدالية اللي كانت في المغرب. من بعد تما بدينا نشوفوا بلي رياضة الترياتلون تناسبني أكثر وأكثر. كان عندي كنت سباح ديجا كما قلت لكم، وكان عندي الوالد تاعي يمارس ركوب الدراجة وين كان دراج، وزدت معها شوية العدو الريفي، دونك جمعتهم في ثلاثة. اختاريت هذه الرياضة كما ما يخفاكمش باللي رياضة السباحة اون باراليل معاها اوبليجي علينا نمارسوا عدة رياضات كالميسكولاسيون، الركض، الدراجات باش نحسنوا من المستوى البدني تاعنا. دونك انا ديجا كنت مارس رياضة الدراجات مع الاب تاعي ورياضة السباحة سبور ناتور تاعي، دونك زدت معها شوية رياضة الركض وجمعتهم في ثلاثة ولقيت مستوى ما شاء الله. دونك رياضي مع نادي باهيا نوتيك وهران، وايضا مع نادي فرنسي تيم سبيكس. دونك لي زونترينور تاعي سفيان بشكور، ياسين مدين، ادريون. في 2017 تاني درت كومبيتيسيون تاني في الخارج وتحصلت على ميدالية. 2018 أول مشاركة دولية وفي ألعاب بحر أبيض متوسط بإسبانيا في طراغون، دونك احتليت المرتبة 12. دونك من تما بدينا نشوفوا الأون نيفو ونترينو على حساب المستوى العالي. اون 2019 شاركت في ألعاب الإفريقية، دونك تحصلت على ميداليتين، ميدالية في التتابع وميدالية فردية. دونك كانت هذيك أول ميدالية انترناسيونال رسمية للجزائر هديتها لبلادي. دونك وكملنا مع المسابقات، كاين مسابقات وطنية اللي نديرو هنا في الجزائر كما مسابقة ترياتلون شمال إفريقيا اللي عندها طبعتين، طبعة في الصيف اللي تكون هنا بمركب الأندلس بوهران، وطبعة في بشار اللي هو ترياتلون إكستريم في الصحراء. واخر ميداليه في هذا العام اللي هي اول بطوله وطنيه رسميه اللي هي شامبيونا داجيري، دونك تحصلت على اول لقب بطل الجزائر في رياضه الترياتلون. هادو لي ميداي فلاش تاع لا كارير تاعي، دونك انا عندي بزاف لي ميداي ما نجمش نقولهم لكم كاع سينو ما يقدرناش الوقت. دونك كما قلت لكم سبق لي مشاركت في طبعتين لالعاب بحر ابيض متوسط، وشاركت في ألعاب بحر أبيض متوسط اللي كانت في إيطاليا سنة 2015 وبإسبانيا طراغون سنة 2018. وكان عندي هدف نمثل المدينة تاعي وهران هنا ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي راهم جايين إن شاء الله، كان عندي هدف باش نكون حاضر ونمثل في المدينة تاعي وأمام كما نقولوا حنا الناس اللي يعرفونا وفي الجزائر. مي مالوروزمون ما كانش رياضة ترياتلون في هذه الالعاب اللي غادي تجراو ان شاء الله في الصيف. اللي يدعموني الوالدين تاعي واللي نشكرهم ونحييهم. شويه انا اتيديون توجور، دونك كاين بعض الناس اللي نشكرهم واقفين معايا، منهم صحابي، منهم لي زونترينور تاعي.
نصيحه تاعي لكل شباب جزائري ديجا سبور راك في الفايده بالريزلت ولا بالريزلت راك توجور في ديفلوبي في الصحه تاعك وتقيك من من الافات الاجتماعيه بزاف وتاني للصحه تاعك وهذه هي دونك للرياضيين اللي يمارسوا رياضه هنا في الجزائر سواء نحكو انا على المستوى العالي دونك هنا في الجزائر رانا نشوفوا باللي الامكانيه تاع سبور ما عندناش كيما مالوروزمون كيما في باغ اكزومبل في لوروب ولا دونك انا ننصح كل جزائري ما يفشلش ويخدم كيما يقول لك بالمداومه نتمكنوا من كيما نقولوا لو سيريو بالو طالون دونك اللي عنده شي طالون ولا بالعمل غادي نفوتوه دونك هذه هي النصيحه تاعي. با عندي هدف رئيسي اللي هو تاهل الالعاب الاولمبيه باري 2024 ان شاء الله هذا هو لوبجيكتيف برينسيبال تاعي.